معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. إذن حيدر، عمليات كبيرة جدا في تلك المنطقة من صلاح الدين، محافظة صلاح الدين بالطبع، ما أسبابها؟ من تستهدف وما المتوقع منها أيضا؟ هذه المنطقة التي تتحدث عنها ماجد هي منطقة تعتبر مثلث لمناطق هشة أمنية، نتحدث عن صلاح الدين وصولا إلى جنوب كركوك، بالإضافة إلى مناطق واسعة من محافظة ديالى. هذه المناطق يتحرك فيها عناصر داعش ويتحرك فيها أيضا جماعات إرهابية أخرى. القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع البيشمركة تريد أن تضع حدا لهذه النشاطات وهذه التحركات التي ترى بأنها بدأت، أي التنظيمات الإرهابية بدأت تتعاون فيما بينها، سواء كانت مع منظمة البككة حزب العمال الكردستاني أو داعش أو غيرها من المنظمات. تريد القوات الأمنية العراقية من خلال إطلاق هذه العمليات العسكرية المتكررة الاستباقية في تلك المناطق إلى وضع حد لتحركات هذه الفرق الصغيرة من تنظيمات الإرهابية، وبالتالي القضاء عليها. وعندما يتم القضاء عليها أو حتى مشاغلتها وعدم إعطائها المساحة للتحرك والحصول على مواطئ قدم في تلك المناطق، سوف ذلك يؤدي إلى تأمين المدن العراقية سواء كان في محافظة صلاح الدين أو جنوب محافظة كركوك. من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي.